السلام عليكم، بغيت نوريكم الشقه ديالي اللي كنعرضها للبيع. الشقه كاينه في الدوزيام ايطاج، كما كتشوفوا الدار من برا لافاصات ديالها نقيه وزوينه، الزنقه واسعه، ما غاديش تلقاو مشكل مع الطوموبيل نهائيا. وحتى بالنسبه للموقع، الموقع ديالها زوين، كل شيء قريب ليها، السويقه، ستاسيون ديال الطوبيس والتاكسي، المدارس والسبيطار. وهادو الدروج ديالها كيف ما كيبان لكم مصلوحين مزيان بالزليج، الصباغه ديالهم نقيه وعندهم حتى الباسامانو ديالهم. هاد الكولوار تابع لابارتمون الا بغيتو تحطو فيه شي حاجه خاصه بكم. وهذه هي التواليت كيف ما كتشوفوا، جات برا من الشقه. ودابا تفضلوا معايا باش تشوفوا الشقه من الداخل. مرحبا بكم. الدار تبارك الله راها واسعه وفروجيه، فيها 85 متر مربع ودايره كامله بالشراجم، مضويه مزيان ومهويه، الى تري بيان ايغي، ما تخافوش نهائيا من الميديتي. ومصلوحه مزيان كيف ما كيبان لكم، سواء الزلج اللي في الارض او الفيوس اللي في الحيط، كلشي نقي وزوين. وبالصباغه ديالها بالقبص كلشي باقي جديد. اما بالنسبه للثمن فانا كنطلب فيها 35 مليون. وهذا بيت النعاس، حتى هو تبارك الله واسع، تقدروا تفرشوه كيف ما بغيتوا، ما عندكمش مشكل. وحتى بالنسبه للتهويه راه مهوي مزيان. بالنسبه للكوزينه، فيها الاسباس فين تحطوا الثلاجه، فيها الانستالاسيون ديال ماكينه الصابون، الزليج ديالها كلشي نقي، فيها البلاكارات كيف ما كيبان لكم، وفيها شرجم كبير، يعني ما تحتاجوش نهائيا تشعلوا الضو في النهار. اما الصاله فهانتوما كتشوفوا تبارك الله واسعه ومضويه، والشراجم ديالها كيطلعوا على الزنقه، القفص ديالها زوين، الصباغه، الفايونس، كل شيء زوين ونقي، تبارك الله كتحمر الوجه. ولا عندكم اي سؤال او معلومات بغيتوا تعرفوها على الدار، ما عليكم غير اتصلوا بيا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. اللهم يسر. السلام عليكم.